التصنيف الأول منذ يناير 2008 حتى 4/2009. يعني طول المباراة المختلفة الزاوية تماما اللي بتميز بيها والإحساس العالي في تنفيذها. أو الكرة الرابعة فعلا 7/6. كنا في هذه النقطة الهجومية بعد إرسال مباشرة. هاو ومباراة نهائية حوارات ومدعبة وانج لكين ثلاثة لا شيء. أقرب نقطة بأقصى سرعة في أقصر مسافة. شايفين حضرات وانج لكي وطويلة جدا في جسم تحت كوع الل... لمس الشبكة. اللي في وسط الطاولة اللي تحت المضرب الفورهاند كان توقف بين النقاط لامتصاص الحماس. منتصف الطاولة في معظم الكرات. القدمين. على تقصير الكرة تماما. اللعبة الآن. هو عزيمة قوية جدا جدا. بقول زي ما قلنا قبل كده ويرفض غير ايقاع الزمني التوقيت الزمني لوانج لي. ايوه يقطعين ليفوز باللقب. أهم وانج لي جدا. وانج لي كي.
في نفسه وفي مهاراته وفي دراعه وقوته، اما في المقابل بيبتدي ان يعمل شيء غريب ويفوز بالنقطة والمباراة في بطولة العالم 2009 لتنس الطاولة، وينتزع اللقب من حامله من 2005 و2007 زميله وانج ليكين. برافو وانج هاو، وشكرا وقناة دبي الرياضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أحمد إمام، لكم كل المنى ورق التحيات.